الشيفور ديال مدينه سالق تيعاني الامرين، يعني 10 ايام دابا هذه وبنادم تيمشي ويجي من العماله مرورا بالسبيطار، السبيطار مولاي عبد الله الى مكتب التنقيط، لا شيء يذكر. اليوم السلطات يلا تداركت الماء، تداركت الامر اننا هبطنا مكتب التنقيط، والاوضاع كارثيه هنا في مكتب التنقيط. انك المهم ديك الكم الهائل ديال الشافر، كلشي سمع الخبر، مساكن الله حسن عوانهم مضرورين جاو باش يدوزوا تا هما التحليله ديالهم. يعني هذا حق مشروع التحليله، ماشي صدقه او دعم، هذه حق مشروع لاي سائق يدوزها. حنا راه مغاربه وعندنا حقوق، ولهذا التحليله من حق اي شيفور يدوزها، هو معزز مكرم ماشي مدلول. ما بغيناش تدل الشيفور المهني، جا الوقت فين الشيفور يسترجع كرامته. تدل لنا بما في الكفايه في مدينه ساله، في كورونا ما تدعمنا ما حتى شي حاجه، ما كاينش للدافينه كاع في مره. يعني الشيفور بحال شي خماس او خروف بهذه العباره هذه، اسف على لو تيرم، انما هذا هو المصطلح. لا تغطيه صحيه لا حقوق لا حتى شي حاجه، كيخدم تيموت. وحنا بالنسبه لنا راه ما راضينش على الوضع، واخا التحليله درناها اليوم مازال ما درناهاش، خلينا غير امو ان بتيمو كوم كوا نمشيو ندوزوها. ما كانش التنظيم، عطاونا 3 ايام و3 ايام ما غاتكفيش القطاع. قطاع النقل فيه تبارك الله ناش 15000 شيفور او ازيد، ما غاديش تكفينا 72 ساعه، وما كانش التنظيم. اعيدوها من بعد منا تقمعنا، كنمشي ونجي، وانا شخصيا مشيت جوج مرات، عندي اصدقاء مشاو 8 المرات وما دوزوش التحليله جوست كامنتنو، ولهذا راه الظلم في حقنا. في حين ان ناس مثل تكنوبوليس او الحواته او الجزارين او شركه مكاري عندهم تسهيلات، والا السائق الطاكسي اللي محقور في مدينه سلا، السائق هو اللي محقور ما عرفناش علاش. ونتمناو ان العزه ترجع للشيفور، معلم ان السائق هو السفير ديال المدينه، هو العصب ديال المدينه. يعني خصنا نتهلاو في السائقين ويعطيونا حقوقنا، كفانا من الذل. المشكل اللي وقعنا فيه ديال التحاليل، علموا شي ناس باش يجيو يديروا التحاليل، وحنا راه ما علموناش. مشينا الامس العماله، خرج عندنا السيد العامل وعطانا كلمه، قال لنا باش نمشيو للسبيطار الاقليمي ديال مولاي عبد الله بسالة. وكنتفاجئوا بلقى المدير ديال القاره ديال المدير ديال المستشفى بانه قال لك لا ما نديروش لكم التحاليل، رجعوا للعماله. ومشينا للعماله عاود ردونا عاوتاني للمستشفى، ودابا جابونا عاوتاني بعض النضال ديالنا وجابونا المكتب التنقيط، قال لك باش تاخذوا النمره باش ديروا التحاليل. وتنتمناو من الناس المسؤولين الالتفات على السائق المهني، راه تكرفص في هذه الجائحه هذه، ونتمناو من الناس اللي ساهرين على هذا القطاع يشوفوا من حاله الشيفور هذا راه متضرر. انا دوزت التحليله هذه تقريبا 10 ايام وما يزيد، يعني الاربعاء الماضي، ولحد الساعه اننا باقي ما توصلناش بالتحاليل. يعني كنتسائلوا دابا شنو الجدوى ديال التحليله، ان فات عليها الوقت، يعني شنو الاهميه ديالها؟ هي دابا 12 يوم تقريبا ولا 11 يوم وباقي ما خديناش التحليله لحد الان، وعطاونا دابا موعد بان قالك حتى الاثنين ولا الثلاث عاد ممكن تخرج، يعني غتكون دازت عليها واحد 15 يوم. شنو الجدوى ديال التحليله؟ حنا هنا واقفين كنتسناو دابا، ما عرفناش هاد الناس شنو بغاو يديروا معنا. هذه سيمانه باش طلعنا لمولاي عبد الله، قالوا لنا غديروا تحيله تما، فاذا بنا كنتفاجئوا رجال الشرطه قال لك غادي تعطيو معلومات ديالكم وغتمشي تنعيطوا لكم. ما عيطوناش، مشينا للعماله ما داروش معنا والو. دابا حنا بوست بونتاج، هاد الناس هادو ما عرفناش شنو باغيين يديروا معنا. عطاونا وعود باش نديروا التحليله، مشينا للعماله ما لقيناش اذان صاغيه، كيصيفطونا للمستشفى، مشينا للمستشفى تقيدنا على اساس باش نرجعوا الغد. رجعنا للغد ويوميا كنمشيو الترونسبور، راك عارفو سائق مهني ما عندوش 3 شهور هو جالس، ما لقينا ما ناكلو ولادنا وكنتكرفصو. مشينا عاوتاني للمولاي عبد الله، لقينا مجموعه في البوانتاج ومجموعه في العماله ومجموعه، المهم مرونين كل فين كيمشي وكل، ما لقينا حتى شي حاجه منظمه. تنتمناو من السلطات يحترموا هذا العنصر المهم في المجتمع ويعطيو الحقوق ديالو. كنعانيو من الزياده في الاسعار في الغازوال، كنعانيو من الزياده في الروسيطه، مهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.